So another late night trip. طالعين الساعة 8 الحين. قررنا آخر لحظة. الأخ لوك already طالع، كان رايح للشاطئ المخفي في قلهات، فقلنا أنا وعلي نغير جو. طبعا الباشا كارو ورا متحركين. طبعا من الأشياء اللي جدا 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 مفيدة هذا الرام ماونت، يعني بركب التلفون عليه، هذا من جو برو وننطلق. طبعا انا منزل فيديوهات كثيرة عن الشاطئ المخفي في قلهات، لان هذا الشاطئ من الشواطئ اللي جدا 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 احبها، لانها اولا يعني معزولة جدا، صعب انك توصلها، وغير كذا قريبة من مسقط، تقريبا ساعة وعشرين دقيقة وانت تكون واصل الى الشاطئ المخفي. وبعد رحلة صلالة احس ان اي شيء تحت 3 ساعات قريب جدا. النزلة طبعا مش سهلة ومش هينة، وما كل واحد يقدر ينزلها ويطلعها، لكن هذا الشاطئ رهيب. المهم بعد ساعة وعشرين دقيقة تقريبا ساعة وثلاثين دقيقة وصلت عند الشباب، وأحلى شيء إني وصلت وهم قاعدين يطبخوا، يعني على طول حرب حار. Cheating, setting up without telling me. So, oh, I like this. So this is Luke's setup. Quick pitch, fairy lights, yeah. Oh, and Caro's already here. He's like, okay, when are you gonna feed me? Nice. I'm not sure I want those fairy lights video. Yeah, no, I'm gonna put that up for sure. So I like this. See, a lot of guys were asking where do we put our sand plates. This is a great idea. Thank you. Oh no, I complimented him on camera. Oh no. He's guarding the food, Luke. He's like right behind you and he's like, okay, food is mine. ترمين صحون ما صحون حركات والله شوف كيف انت يلا check this out guys. بضيع عشان اقدر اوصل لاغراضي. شيء خيالي صراحه، جوعان بس شيء رهيب. طبعا اللي ما شاف الفيديو بتشوفوه هنا، بحط لكم التاج فوق. هذا الون اب بايك راك رهيب رهيب رهيب. علي جاي برودكت جديد من نايت كور، مروحه وشويه كتمه اليوم. So we're gonna open up the night core USB fan. Boring video. so we fast about it. Yeah, but of course Ali doesn't know how to put together his own product sometimes. I got it. Takes him a little. المهم هذا المنتج جدا جدا رهيب. USB fan من Nightcore يجلس تقريبا 20 ساعة. شيء خيالي. Put it on the highest. Yeah, salam. So it was way too dark for me to film anymore. That's why. This is the next morning. Good morning. والله الليلة كانت جميلة. الجو كان رهيب، بس الصبح شوية حر. لكن المنظر هذا خليك تنسى كل شيء. شوف المنظر معي. سريع. Of course ما يصير ان نقوم بس كذا. Good morning my neighbor. I think Luke already jumped into the ocean. Time for me to go take a dip too. Good morning. What's up, Bobby?
سو الشباب that's Lucas Ford علينا عجوز ماهر and the Fortuner هو طلع من الخيمة. Good morning. And طبعا الثور اللي نايم هنا حسين. So whatever that he kept them. Huh? Turned Armani. He's wearing a wizard. I know. It's not a wizard. It's a towel. Good morning. Good morning, man. How are you? Good. How are you doing? Good. Got some sand in my eye. Sleep well? Yeah, slept. Oh, Maher's all the way up there. Yalla. Look at that, crystal clear. من أجمل الشواطئ قريبة من مسقط. ما راح أعطيكم اللوكيشن طبعاً. Woo! ما يبارك. This is the life. This is the life, guys. Stop working. كاروكن قاعد ينبح لنا على باله اني بغرق. خايف عليه مسكين. دائما اقول للشباب تريدوا شواطئ جميلة امسكوا الخط الساحلي. ما في أجمل منه. Nothing like a refreshing swim أول الصبح. My طبيعي. تعرفوا هذا إيش؟ علي بيسوي لنا كوفي. لا. ها؟ ما بسوي. وين كرم الضيافة والعرب والإخوان والمسلمين؟ قال هات. أبو تيمور وماهر ما قصروا جهزوا لنا الريوق. Finally, the animal has woken up and it's coming out of its den. بدينا الصبح dip in the water. الحين time for some breakfast. Hello. تيمور ما قصر. Breakfast of champions. وهذا تو واصل يقول ايش رايكم في الطبخ. والله. عطني الكاميرا يمسك. ما يعرف يمسك كاميرا. ركب. بيمسك الكاميرا وبيقول له ست. شو عليك كيف؟ داون بوي داون. ايش شم الاكل اذا تعطوني ما تعطوني اكل. تعطوني. كتنا بايسا؟ 300. 300 ها؟ ثانك يو. ريوق فنان وشاي ومناظر خلابة. طبعا قضينا اليوم كامل ونحن نستمتع على الشاطئ المخفي في قلهات. شوفوا حياة الأوفرلاندية جميل. طبعا before we go الشباب قاعدين يطبخوا
سكاك تو جو. الرحلة كانت قصيرة شوي بس كانت رحلة فظيعة. دائما تغيير الجو خاصة بعد أسبوع طويل، وخاصة لما تطلع وتكون برا مناظر مثل هذه أمورك تتغير. المهم time for us to pack up، نرجع صوب مصر. back to reality. quick pitched yeah. back to work and back to reality. And that's how easy it is to pack up. Time for me to pack that up, put the bike on the new rack, and then go. تعدني أحط الدراجة. بتسمعوني كثير أتكلم عن منتجات كويك بيتش، لأن بصراحة المنتجات فظيعة. يعني تأخذ تفتحها في دقائق وتضبطها وتسكرها في دقائق وأنت جاهز تطلع. مهم، سكرنا الخيمة، حطينا الدراجة. الحين عاد this is the fun part. الحين على الفيديو تحسوا ان هذه الطلعة سهلة وما حاد كثير، لكن بالفعل فيها رتس كبار، فيها صخور كبيرة والطلعة حادة، لكن طبعا سياراتنا جاهزة انها تتحمل اي شيء تحط قدامها. الحمد لله طلعنا بكل سهولة. والرابتر كأنها تتمشى في الحديقة. ماهر ايضا قرر انه يطلع ويرجع لمصطفى معانا لانه كانت عنده شغله، والفورتشنر طلعت وحش بالفعل، امورها كانت جدا سليمه. هذا كان فيديو بسيط عن رحلتنا البسيطه الى شاطئ المخفي في قلهات. اتمنى عجبتكم الحلقه واتمنى انكم تعملوا لايك شير وسبسكرايب، واذا بتزوروا السلطنه تواصلوا معي، راح اعطيكم مواقع خلابه ولا في الخيال. اشوفكم في الفيديو الجاي.